هذا اليوم الذي أرادت به السماء أن تكرب الأرض، فصدر القول من هناك من أعالي العرش: إن كن يا أشرف الأحرار فكان الحسين عليه السلام. سادتي المشاهدين، نرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة بذكرى ولادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن وسط هذه الأجواء المباركة والقلوب المليئة بالفرحة والسعادة بذكرى ولادة سبط الرسول وسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. نرحب بكم وخليكم ويانا بفقرات متنوعة من خلال هذه الحلقة. وليدا أحاط به حضن الزهراء عليه السلام، ورضيعا تلقفه جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وصبيا نشأ في كنف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نرحب بكم من جديد ونحن بين الحرمين الشريفين من كربلاء المقدسة، جنة الله في الأرض، وهذه التغطية الخاصة والمباشرة بذكرى ولادة سبط الرسول الإمام الحسين عليه السلام. ورحبوا معي بالباحث حسين الهلالي، ونقول له أهلا بك ومتباركين بولادة السبط. الله يحفظكم إن شاء الله، أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام. وطبعا مما هو معروف ومتعارف عليه عند المذهب الشيعي أن هذا الشهر يسمى بشهر الولادات الميمونة، ولادة الإمام زين العابدين والإمام أبي الفضل العباس عليه السلام، وحتى الإمام الحجة وسيد الشهداء أيضا. نعم، بداية إذا أردنا نتحدث عن نشأة الإمام الحسين عليه السلام، يعني كل الروايات التاريخية المأخوذة حاليا تتكلم عن الحسين وهو رجل وهو بطل وهو شجاع، لكن نحاول أن نصل برسالتنا اليوم إلى أنه كيف نشأ الإمام الحسين منذ صغره، وكيف كان يتعامل مع محيطه. أحسنتم. طبعا مما يؤسف عليه أن التاريخ ظلم شخصيات أهل البيت عليهم السلام ظلامة كبيرة جدا. فبعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله حصلت أزمة استمرت لمدة 200 سنة، سميت بأزمة منع التدوين. منعوا تدوين أحاديث رسول الله وكتابتها، وفرضوا العقوبات والغرامات على من ينقل حديثا واحدا في فضل أهل البيت عليهم السلام. فكل ما وصل إلينا من فضائل أهل البيت عامة وفضائل سيد الشهداء خاصة ما هي إلا غفلة أو سهوة أو شيء قليل أو ما يعبر عنه غيظ من فيض. فالتاريخ كان شديدا جدا بالتعامل مع كل شخص يروج إلى فضائل أهل البيت، مع ذلك وصلت إلينا رشحات قليلة من فضائل سيد الشهداء. نشأ الإمام الحسين عليه السلام في كنف جده المصطفى صلى الله عليه وآله، وحظى بأهمية كبيرة من الرسول صلى الله عليه وآله، وتنقل بعض الروايات النبي صلى الله عليه وآله وهو على المنبر، منبر المدينة المنورة في المسجد، فيدخل الحسين فينزل الرسول من على المنبر ويحتضن الحسين ويشبعه لثما وتقبيلا. هذا طبعا شخصية الحسين في زمن رسول الله، وقال رسول الله: حسين مني وأنا من حسين، وهذا الحديث المعروف، إلى أن قال: الحسن والحسين إماما إن قاما وإن قعدا. وروايات في هذا المضمار كثيرة وتواترت في كتب العامة والخاصة وكتب السنة والشيعة. أما إذا وصلنا إلى نشأة الحسين عليه السلام في كنف أبيه المرتضى، أي بعد شهادة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فكان للحسين دور كبير جدا. أولا، الحسين من ضمن الخمسة الذين شهدوا أن فدك أرثها رسول الله صلى الله عليه وآله للزهراء وأعطاها إليها كهبة. الحسين من ضمن الشروط. النقطة الثانية، حينما ارتقى الأول المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، يقولون: جاء الحسين عليه السلام وهو يشق صفوف الحاضرين حتى وصل إلى المنبر وقال: يا فلان انزل من منبر جدي وأبي واذهب إلى منبر جدك وأبيك. ويقول المحدث والراوي عند العامة أبو هريرة: كان إذا دخل الحسين عليه السلام إلى المسجد أقول كأنه رسول الله قد بعث حيا. هاي في زمن الخلافات الثلاث. أما في العهد العلوي المبارك فكان للحسين أدوار مهمة جدا. الدور الأول للإمام الحسين عليه السلام كان هو اليد اليمنى لأمير المؤمنين عليه السلام، هو وأخاه
حسن أيضا. ومن باب الشيء بشيء يذكر لشدة أهمية الإمام الحسين عند الإمام المرتضى عليه السلام، تقول الأخبار والروايات كان يحرص أبو الحسن على أن لا ينزل الحسن والحسين إلى الميدان أو إلى المعركة حتى لا ينقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الروايات والتوصيات من قبل أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام الحسن وحتى عهد إلى الإمام الحسين عفوا وحتى عهد الإمام الحسين في زمن أخيه الحسن. طيب إذا تحدثنا أيضا عن تعامله مع البيئة المحيطة، مع كانت السوق كيف يتعامل، ذكرت لنا الكثير من الروايات حتى وأنه كان ينصح بشكل غير مباشر حتى لا يحرج الشخص المقابل، وهذا من آداب النبوة أيضا، هو تربى في كنف الرسول وكنف أمير المؤمنين عليهم السلام. كيف كانت هذه التعاملات وكيف كذلك تقبل النصيحة بالنسبة للمقابل بطريقة جميلة؟ يعني من باب الشيء بالشيء يذكر من أجمل ما قرأت في سيرة سيد الشهداء وفضائله أن الحسين عليه السلام قد قال: لو جاءني رجل أسمعني السب في اليمنى وأسمعني الاعتذار أو الرجوع في اليسرى لقبلت توبته وعفوت عنه. نعم صحيح. في نفس اللحظة وفي نفس الموقف وفي نفس المكان يقول الإمام الحسين عليه السلام: يجيني رجل يسبني ويشتمني بالأذن اليمنى ثم يعتذر مني في الأذن اليسرى فأستجيب له وأصفح عنه وأسامحه وأقبل توبته. نعم. هذا يعني من فضائل الإمام الحسين. نعم لأنه نعم أقاطعك. نعم. يعني أيضا لأنه هو ذكر في هذه الرواية أيضا أنه سمع عن أمير المؤمنين عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يرد الحوض من لم يقبل العذر محقا كان أو مبطل حتى وإن كان على باطل. فهذا كان أحد مبادئ الإمام الحسين عليه السلام. أحسنتم. وكذلك إذا تحدثنا عن تواضع سيد الشهداء فتنقل بعض الروايات أنه مر على مجموعة من الغلمان. نعم. طبعا مجموعة من الغلمان من العبيد. نعم. فدعوا الحسين عليه السلام، كانوا يأكلون على التراب. فدعوا الحسين عليه السلام، بطبيعة الحال الحسين مو فقط متواضع بل هو سيد التواضع. أحسنت. فأجاب دعوتهم، جلس على التراب وأكل كسرة الخبز ثم نفض يده وقام: أجبتكم فأجيبوني. نعم. كيف نجيبك يا أبا عبد الله؟ قال: هلموا معي إلى الدار. وكذلك أولم الإمام الحسين تلك الوليمة لأجل الغلماني فقط، وهو ابن بنت رسول الله، وهو ابن الزهراء، وهو ابن قال لزوجته الأمين. أيضا في هذه الرواية أيضا قال لزوجته: أجمعي ما تدخرين. نعم. وجاء بكل ما لديه وأكرم به. هذا المبدأ اللي كان يعيشه الإمام الحسين عليه السلام اليوم ليس فقط الشيعة والمسلمين تربوا عليه وتعلموا عليه وأصبح منهاجا لهم، بل أنه تعدى إلى أنه كل الديانات الأخرى بدأت تستفيد من سيرة الإمام الحسين عليه السلام، من تعامله، من إنسانيته، حتى أنه بعض من القوانين العالمية لحقوق الإنسان جاءت عن طريق الإمام الحسين عليه السلام لما وصله من رسالة محمدية. فعلا. وهناك كتاب لمسيحي، لشاب نصراني مسيحي، اسم الكتاب الحسين في الفكر المسيحي، الكاتب هو أنطوني بارا، لشدة تأثر هذا المسيحي بالإمام الحسين عليه السلام وبمبادئ الإنسانية مما وصفه: لو كان الحسين عند المسيح لنصبنا له في كل خطوة يخطوها علما. هاي كلام واحد مسيحي. ومشاركة القساوسة المسيحيون في أجواء الأربعينية وغيرها خير شاهد ودليل على مدى تأثير وصدر الرسالة الحسينية في أعماق ووجدان المذاهب الأخرى. حتى ما قالوا في الإمام الحسين من كتاب ومن علماء بالديانات الأخرى إلى الآن هي مدونة، ماذا قالوا من آراء في الإمام الحسين عليه السلام بما استمدوه من مبادئ حقيقية وإنسانية وقيم عليا كان يقتدي بها المجتمع. اليوم لا تحدثنا عن مبادئ الإمام الحسين عليه السلام وماذا خدمت هذه المبادئ المجتمعات سواء كانت أنذاك أو في حتى في الأوقات الحاضرة. نعم. أولاً مبدأ الإمام الحسين وشعار الإمام الحسين معروف ولا زال يصدع في الأجيال جيلاً بعد جيل: إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، خرجت لكي أأمر بالمعروف
وأنهى عن المنكر. هذه المبادئ التي رسمها الإمام الحسين. طبعا أخونا العزيز، القضية ما تكتفي على العبارات فقط ولا على المبادئ التي تتلفظ باللسان، فهذه قد من الطبيعي تجد بعض المبادئ اللي مجرد أو مقتصر على اللسان فقط موجودة عند الجميع، ولكن الشيء الذي أبهر الجميع أن الحسين عليه السلام تمسك بمبادئه في أحلك الظروف، في أحلك الظروف. مثلا يعني أضرب لك مثالا، لو راجعت طبعا التاريخ حافل ومليء بالصدامات التي حصلت بين الشخصيات، كل شخصية تستخدم نمط معين وأسلوب معين للنيل من الشخصية المقابلة اللي هي تعتبر المخاصمة إليها. الحسين عليه السلام إذا رجعت إليه يتجسد عندك قول الإمام الصادق: عاديناهم بالدين وعادونا بالدنيا. يستطيع الإمام الحسين وهو متمكن ماديا أن يدفع الأموال لشيوخ العشائر ويوعدهم ببعض المناصب كما فعل ذلك يزيد، ولكن الإمام الحسين رفض وأبى. ومن ضمن الرسائل التي أرسلها إلى أحد شيوخ العشائر: أما بعد فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت، فإذا سمعتم قولي وأطعتم أمري هدوتكم إلى الرشاد. يعني حتى لمن يطلب النصرة الإمام الحسين ما يطلب النصرة من باب المخاصمة، لا، يطلبها من باب نصرة الدين أولا، ومن الباب الثاني من الباب الديني وحق الإمام الديني على الرعية من باب الولاية والإطاعة. هذا ما شاهدناه من خلال كل الروايات وكل المجالس اللي تذكر عن روايات متواترة كثيرة، أنه كيف كان يحتوي حتى الخصم، كان يحتوي حتى العدو، وكان يحاول أن يوصله إلى مرحلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى من خلال الأمل بالله سبحانه وتعالى. أحسنتم. طبعا من مبادئ سيد الشهداء، مبادئ أمير المؤمنين أهل البيت بصورة عامة، أنا قرأت كتاب لكاتب هو طبعا غير شيعي سماه عبقرية علي بن أبي طالب، يقول أهل البيت جميعا لا يرفع السيف بيد إلا وقبل رفع السيف بتلك اليد مدوا اليد الأخرى للسلام ولاعتناق الإيمان. الإمام الحسين عليه السلام ما خاصمهم بدنيا ولا خاصمهم بسلطان أو مال أو ما شابه ذلك، خاصمهم لأجل الدين. وبعدما علم الحسين عليه السلام وتيقن وأراد أن يثبت للآخر، الإمام بعلم الغيب يعلم، قال: أولئك أقواما لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وحرموا حلال الله وحللوا حرامه. شوف الإمام الحسين حتى يوم اللي يريد ينتقص من أعدائه ما ينتقصهم بالطريقة المتعارفة، ينتقص دينيا، وهذا هو ديدن سيد الشهداء. أحسنت. وبدليل أنه هناك الكثير من أعداء الإمام الحسين أصبحوا فيما بعد من أنصار الإمام الحسين، وهذا نتيجة احتوائه. كذلك كرم الإمام الحسين باختصار حتى عندما جاءت أحدى الجواري وأهدته عودا من الريحان فعتقها في سبيل الله، فقالوا له: كيف تعتقها وهي أهدتك بوردة؟ فقال كما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حييتم بتحية فردوا بأفضل منها أو ردوها، وأنا رديت بأفضل منها بأن عتقتها لوجه الله. هذا كان ديدا وكرم الإمام الحسين عليه السلام. اليوم باختصار رسالتك إلى الشباب باعتبار إحنا من شريحة الشباب وهم يستلهمون من الشباب بشكلنا. طبعا الرسالة المهمة، لا يخفى عليكم نحن في منعطفات أخلاقية ومطبات دينية وفكرية عصيبة، والمرجعية أشارت إلى ذلك أن الحرب التي ما بعد داعش لأشد ضراوة وأكثر تأثيرا من معركة داعش بنفسها. الأول أن يبحثوا عن المعلومات الدينية حتى تكون عندهم جعبة علمية رصينة لا يتسلل إليها بعض المندسين أو ما شابه ذلك. يتسلحون بسلاح الثقافة. أحسنتم. هي سلاح الثقافة أهم شيء. أحسن. أستاذ حسين الهلالي، الباحث في الباحث الديني وكذلك الاجتماعي، شكرا جزيلا لحضورك بهذه الحلقة وشكرا على المعلومات. أيضا سادتي المشاهدين، لكم الشكر موصول، ونستمر وياكم بتغطيتنا لهذا اليوم بمناسبة الولادات المحمدية، ولادة صدق الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله سيد الشهداء الإمام الحسين عليه.
مشاهدينا الكرام من جديد بهذه التغطية الخاصة والمباشرة بذكرى ولادات أهل البيت عليهم السلام، ونحن نعيش هذه الفرحة الموجودة في قلوب جميع المؤمنين المتواجدين في جنة الله في الأرض كربلاء المقدسة وبين الحرمين. ومعي حول هذا الموضوع أيضا وحتى نتكلم بتوارث المحبة للأجيال من جيل إلى آخر، محبة الإمام الحسين في قلوب المؤمنين، نرحب جميعا بالمؤرخ لكربلاء المقدسة المؤرخ التاريخي السيد سلمان آل طعمة. مرحبا بك سيدنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك، متباركين إن شاء الله. نشكركم على هذا اللقاء. نعم الله يسلمك. يعني عبر الأجيال تتناقل محبة الإمام الحسين من جيل إلى آخر. لو تحدثنا نعم أحسنت، لو تحدثنا عن السابق، كيف كانت الأجواء؟ كيف كان يحيي المؤمنين فرحة ولادات أهل البيت عليهم السلام؟ يحتفل الكربلائي، بسم الله الرحمن الرحيم، يحتفل الكربلائيون بهذه المناسبة السعيدة ذكرى مولد الإمام الحسين بن علي الإمام والعباس بن علي أخوه وزين العابدين، وهذه المناسبات الجليلة المحبة للمسلمين كافة، ويقام في هذه الذكرى احتفالات كثيرة بين الحرمين وبين وفي العتبة الحسينية والعباسية وفي المدارس الدينية وفي الأزقة وفي البيوت، كلها تقوم باحتفالات ومهرجانات يشارك بها الأدباء والشعراء كثيرون، وشعراء كربلاء أكثرهم منهم الشيخ محسن أبو الحب والسيد صالح جواد آل طعمة وعباس أبو الطوش وهادي الشربتي وحسن عبد الأمير وآخرون غيرهم من الأدباء والشعراء الذين يشاركون في هذا المولد بقصائدهم وكلماتهم التي تقطر حبا بالإمام الحسين. وكان الشباب كثيرا يحضرون هذه المناسبة، وأكثرهم من رجال الدين والعلماء وطلاب المدارس، كلهم يحضرون في الحتبة الحسينية والعباسية لمشاركة بهذه المناسبة الكريمة السعيدة. ويخطر ببالي أنه في سنة 1951 أقامت أسرة آل الشهرستاني حفلا كبيرا في الصحن الحسيني الكريم، شارك فيه شعراء من مصر وأدباء من مصر ومن العراق، أذكر منهم حسن علي ذنون، الدكتور حسن علي ذنون، فألقى كلمة قيمة بيّن فيها شجاعة الإمام الحسين، وبيّن فيها أيضا مواقف المصريين بهذه المناسبة السعيدة وعلاقتهم بالإمام الحسين. ثم ختم كلمته القيمة ببيت من الشعر: إن كان رفضا حب آل محمد فليعرف الثقلان إني رافضي. على كل حال، ثم ألقى كلمة عبد الفتاح السرطاوي من مصر، أستاذ كبير المصريين في العراق، كبير الأساتذة المصريين في العراق، كلمة قيمة أيضا أشاد فيها موقف أبي عبد الله الحسين الشجاع. وكان الإقبال كثيرا على هذه المناسبة من قبل الشباب ومن قبل العلماء ومن قبل المؤمنين المحبين لهذه المناسبة. وكذلك يقام حفل بالنسبة لشعراء الشعبيين الذين يحضرون في هذه المناسبة، وكان منهم عبد الأمير الترجمان، هذا الشاعر البلبل الغريد الذي يشنف أسماع المحبين، وكان يحضر عدد كبير من الشباب لهذه الحفلة. زين،
لا أردنا نتحدث عن الأجواء اللي يعملوها اليوم، يعني مع تطور الوقت بدأت الزينة، نشرات، الصواني، وكذلك نوع الحلويات واللافتات. كيف كانت هذه الأجواء في السابق؟ كانت في الماضي، كانت كما بينت أنه في بين الحرمين وبالأسواق وبالمحلات كانت ترفع اللافتات ويكتب عليها حب الحسين جنني، وكذلك إن كان لدين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، هذا بيت للشاعر الكبير محمد محسن أبو الحب الأول. بعد ذلك هناك أقاويل كثيرة للإمام الحسين عليه السلام تكتب في حب والنبي عليه صلى الله عليه وآله. سيد، أنا سمعت أنه أنت دونت كل هذه الأجواء في كتب كثيرة. بكتب. نعم. هذا التدوين ممكن أنه يستفيد منه فيما بعد للأجيال. طبعا أصبح مصدر، هذه الكتب أصبحت مصادر لكل من يكتب عن كربلاء وعن الإمام الحسين. هذه المصادر كلها من أخذتها من منابيع، كثيرة، من أفواه المعمرين ومن مختلف المصادر القديمة أخذتها ونقلتها في هذه الكتب، أصبحت مصادر مهمة لكل كاتب. طيب. نعم. إذا سألنا عن كثرة القبول على الاحتفالات في السابق والحال. نعم. الآن قديما كان يحضر كثير من الشباب وحتى النساء يحضرون الاحتفالات. نعم. هذه التي تقام بالإمام الحسين، بصحن الإمام الحسين والعباس، كانوا الشباب يحضرون هذه الحفلات تشجيعا لإقامة هذه الحفلات بالسابق، والآن أيضا ازداد العدد، ازداد الإقبال الآن أكثر يعني. ازداد الإقبال كثيرا، صار أصبح يقدرون ويشجعون هذه المناسبات. نعم. طيب، بالنسبة للرواديد أو حتى المهاويل، نعم، لهم أيضا دور بإحياء هذه المناسبة. سابقا ما كانوا هالقد، لكن الآن كان أعدادهم قليلة. أعداد كثيرة هائلة. الآن أكثر الرواديد ما أعرف أسمائهم. نعم. كثيرون، من كان عندنا في السابق بس حمد الزغير وآخرون شماحد، عندي أسماءهم عندي بالشعراء الشعبيين. الأهازيج الحسينية وخاصة منها الثورية. نعم. أو التحفيزية. نعم. أخذت أيضا جانب من كتاباتكم بالتاريخ. طبعا أخذت جانب في المنبر الحسيني، كان رائع بالسابق والحاضر، وكانوا يحضرون هذه الحفلات وهذه مناسبات سواء محرم أو رمضان أو شهر صفر وغيرها من المناسبات، كلها يحضروها ويلقون قصائدهم، هم الرواديد يلقون قصائدهم، وتلاقي استقبالا رائعا من قبل الشباب. زين، إذا أردنا نتحدث أيضا على الجيل الجديد، الشباب الجديد اليوم. نعم. كيف ممكن أنه يتم استقطابه وكذلك نجعل منه مسار؟ نعم. على أنه يخطو على خطى القدماء، على خطى الآباء والأجداد. كثير من الشباب يحضرون المناسبات هذه، في كل مناسبة مواليد الأئمة عليهم السلام أو وفياتهم يحضرون ويقيمون الحفلات لأجل أن يشجعون، واحد يشجع الآخر. نعم. ثم يحضرون لأجل أن يستفيدوا من هذه الأجواء، بدلا من ضياع الوقت يحضرون هذه المناسبات. نعم. بشكل كثير يعني. بالتالي هي المجالس مدارس يعني، بها العبرة وبها الموعظة وبها المعلومة والتاريخ، يستفادون من. نعم. هذه المعلومات اللي حصلوها من الرواديد ومن يعرفون الإمام الحسين من هو ومواقفه، شجاعة، كلها يعرفون، يستفادون منها.
طيب اذا اردنا نتحدث عن غير الشيعة، غير المسلمين، هناك اجيال يعني ايضا من ديانات اخرى استفادت من حب الامام الحسين، من مسيرة حياته، من ايضا من نقل التاريخ لهم. كانوا حتى المسيحيين كانوا بعضهم اصبحوا اسلام، بعضهم اصبحوا اسلام، استفادوا من هذه المناسبات، خاصة الان زيارة الأربعين هذه مدهشة بالنسبة لهم، وكذلك مواليد في شعبان، مواليد الإمام الحسين والعباس وزين العابدين، هذه تأثر عليهم، وكذلك الفئات الأخرى من المسلمين وغير المسلمين. نعم. كانت اكو استعدادات مسبقه قبل ليالي شعبان، يعني اكو استعدادات تبدا. يعلن احدهم في الاسواق انه بكره سوف يعلن سوف يقام حفل بمناسبه بهذه المناسبه، مناسبه مولد الامام الحسين، عن طريق ألسن الدواره. كانوا الدواره يفطر بالاسواق، انا كنت اشوفهم. نعم. يعلون قبل يوم من قامة الحفل. جميل هذه الأجواء أنه اللي كانت مسبقة، الآن يمكن الوقت تغير بوجود تكنولوجيا، بوجود ممكن نشر واحد هو يشوف. الآن عندهم برنامج يلاحظوه. نعم. البرنامج هو يعلمهم في أي يوم يقام الحفل، أو يقام تقام معالم الزينة. معالم الزينة كانت كثيرة فيه. حتى أختم وياك سيد، أيهما كانت يعني أجمل؟ أيام قبل يعني أيامكم والبساطة واللافتات القديمة، لو الآن التطور وكذا. الآن التطور أحسن، الآن التطور أحسن، والزحام أكثر، والناس الإقبال كثير يعني الآن. الإقبال كثير من قبل الشباب بالنسبة للحفلات، بالنسبة المعالم الزينة، بالنسبة لكل. سيد سلمان الطعمة المؤرخ الكربلائي لتاريخ كربلاء بالكامل، أنا أشكرك جدا الله اليوم الله على الله حضورك ووجودك ويانا على هذه المعلومات الجميلة اللي ذكرنا بأيام الماضي الجميل، وكذلك كيف كان إحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام بمناسبة ولاداتهم. شكرا جزيلا لحضرتك. لا شكرا على الواجب. وأنتم سادتي الأكارم مستمرين وياكم بتغطيتنا لهذه الحلقة، ونحن في رحاب الإمام الحسين عليه السلام، ونعيش أجواء الفرحة ونشارك المؤمنين بهذه الفرحة وهذه الولادات، وخصوصا أيام وليالي شعبان المبارك. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: من أحب الحسن والحسين عليهما السلام أحببته، ومن أحببته أحبه الله عز وجل وأدخله الجنة، ومن أبغضهما أبغضته، ومن أبغضته أبغضه الله عز وجل وأدخله النار. نرحب بكم من جديد سادتي المشاهدين، ونحن نعيش في أجمل الليالي الشعبانية، ليلة ولادة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. القصيدة الكربلائية لها رونق خاص في كل وقت وفي كل زمان، وللحديث أكثر عن هذه القصيدة وسماع الصوت الشجي من خلال القصيدة الحسينية، رحبوا بضيفي ملا ولاء الفتلاوي. رحب بك وأبارك لك هذه الليلة المباركة. قلبي حبيبي في دورك أستاذنا الغالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، حبيبنا وحبيب العالمين أبو القاسم محمد. طبعا نهني صاحب العصر والزمان ومراجع العظام بولادة الإمام السيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين، ونسأل من الله أن يرزقنا زيارته بالدنيا وشفاعته بالآخرة ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية، القصيدة الكربلائية وصلت مسامعها لكل العالم وعلى مدى التاريخ، إلها رونق خاص وإلها طعم خاص، ولا تسمع فقط بالمناسبات الحسينية بل كل في كل وقت تسمع القصيدة الحسينية. ما هذا السر برأيك؟ والله هذا السر الاختيار. الله يرحمه حمزة الزغير وكاظم مرضور الكربلائي، الله عليه، من اختاروا القصائد
اختاروها بدقة، يعني من ناحية الثقل ومن ناحية الكلمة، تمام. ولذلك لحد الآن هسه هي باقية، وأي رادود هسه كأنما ينشئ من جديد لازم يتبع التراث. وهسه تشوف أنت بكل بقاع العالم قاعد يقول القصائد الكربلائية، كل وادي يشوف يقرأ القصائد الكربلائية، وبكل محرم يقرون يا محل الوداع بهالمسير. فهذه بفضل الاختيار وفضل أبو عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم. والنعم من الإمام الحسين عليه السلام. أنت كولاء واحد من الشباب الرواديد اللي تأثروا قطعاً بالقصيدة الكربلائية، أكيد أكيد أكيد. بمن تأثرت؟ بأي شخصية وبأي قصيدة؟ والله أنا بداية تأثرت بالحاج باسم الكربلائي أبو علي الله يحفظه إن شاء الله، وملا جليل وحمزة الصغير، هذا تأثير أيقونات القصيدة الكربلائية بالفعل، وتعلمنا من عندهم. يعني أنا حمزة الصغير نظل نتابع فيديوهاته وقصائده والقعدات وكذا، وباسم بعد مستمعين لحد الآن نتعلم من عنده. شو كنت بديت بقراءة القصيدة؟ شلون اوصف لي شلون كانت الاجواء؟ اول قراءة لك صعبة تصير. فعلا يا أول. انا اقول لك انا كان عندي حاجة عند الامام الحسين سلام الله عليه، حاجة يعني كلش صعبة. فطلبت الامام الحسين، احنا عائلة كلها حسينية يعني وكلهم اصواتهم حلوة. فطلبت الامام الحسين يعني اذا صارت هاي الحاجة عندي فاني اصر رادود يعني. تخدم الامام بطريقة القصيدة. يعني. جميل. فجيران عندهم موكب. قال لي يا ابو ولا انت صوتك حلو ليش تضيعه؟ تعالوا يعني. فعلا علمني هو انطاني قصيده الرجل علاء الساعدي، علاء الساعدي انطاني قصيده لانه هو كلش مستمع الباسم، حافظ قصايد باسم كلها. فقام يجيني البيت الرجل، هو مراد يعني على فكره. يجيني البيت يعلمني قصايد باسم كلها. متذوق للقصيده فحافظ. فاول قصيده قريتها مال خذ ولاي. خذ ولاي كربلاء حلوة. خذ ولاي يلا خلنا نسمع شوية، خلنا نسمع بعد اجواء خلنا نسمع حياة. خذ ولاي كربلاء لو تعبني الرجلين، وهكذا يعني وصل زحف لحسين. حلوة هذه القصيدة أيضا، كلش حلوة. هي أول قصيدة قرأتها أنا في 2013 و14 هي القصيدة يعني أخذت صدى واسع ولا زالت حتى الأجيال الجديدة تردد بها فعلا. حتى بزيارة الأربعينية بالمشاية نسمع هذه القصيدة بكثرة، بالسيارات بالمواكب بغيرها. من اللي يكتب لك الشعر؟ والله أنا هواي الشعراء كده. ها يعني تتعامل ويا اكثر هو من كل الشعراء، وهسه بهال البرامج التليجرام هم اجانا. ايه مرات ملحق يعني ندز الحان وندز هذا التليجرام هم موجود، بس احنا نكتب شعراء. عندي كاظم الخيقان من ناصريه، عندي محمد حاكم الشبلي من كربلاء، حسان الزيادي، حيدر تركي، محمد جماسي، كله يعني ما شاء الله اقرا لهنا عندي. اقرب قصيده كانت لقلبك انت كولاء؟ يعني حسيت نفسك انه انت وجدت نفسك بيها. احيانا القصيده تصير بها محاكاه فعلا. اي بس والله كل قصيده تقراها تقول لا اكبر اقرا افضل. يا سبحان الله، هذا حب الحسين. حب الحسين يحيط بالقصيده. خلينا نسمع شيء منك في قصيده قريبه على قلبك انت تحب. ما راح اقرا لك موال الامام الحسين عليه السلام بمناسبه ولادته ان شاء الله. نعم. فهذا الموال يعني حب الامام الحسين، هو يقول ان اللي يموت بلا عشق، اللي يموت بلا عشق، عن تقول الناس 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 خطية فلان مات من الهوى مفلس، عكس تلقى ضيام بعشق طاهر ينزف للقبر تنزف المعريس، مو ياهو اللي كان يصير قيس الشوك، ولازم روح بيها من العشق، واحس هذا انا وجبت هاي الصفات وياي، وعد لحظة لقائك وانا متحمس. هي وجه حسين احبك حب عبد للرب، لذلك صار حب وياك متقدم. الله عليك احسنت للحبيب حسنت. على عبد الحسين كربلائي تحياتنا له وطيب الله انفاسك. حلوه القصائد الحسينيه تدخل القلب
بشكل غريب وما تخرج منه، تبقى انت احيانا حتى وانت تمشي وانت تسوق تدندن بها هذه القصائد لانه تركت فد اثر بك. والله فضل ابو عبد الله. سلام الله على ابو عبد الله. اليوم الشباب يعني نوعا ما انقسم جزئين، جزء اللي راح تجه للقصيده الحسينيه للطور الحسيني الاجواء الروحانيه، وقسم اخر تعرف هذه المواقع والسوشيال ميديا والاغراءات اللي تصير له من قبل الدول الاخرى حتى تدمر نوعا ما ثقافته. شلون قدرت القصيده الحسينيه ومن خلالكم انتم ك يعني رواد منبر انه تستقطبون اكبر عدد من الشباب وترجعوهم الى الطريق الصواب؟ والله انا اقول لك شوف، اولا يكون الرادود والخطيب يكون اجتماعي. 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 اذا كان الرادود او الخطيب يكون اجتماعي، يعني اليوم انا فرضا انا اجتماعي. تمام؟ من انا عندي مثلا 100 صديق او 150 صديق او 200 صديق، تمام؟ هاي وحده. اليوم عندنا مجلس بهاي المنطقه، حتى لو ما اقرا اني. يابا مثلا تعال علي، تعال محمد، تعال حسين، هذا المجلس اليوم موجود، تمام؟ وخلينا نفرح قلب صاحب الزمان. فتجي من يشوفون مثلا الخطيب سوالفه حلوه ومرتبه وعلى اهل البيت وبها حكم ومواعظ، تمام؟ ويشوفون الرادود كذلك، هم اساسا بعد ابدا ما يعرفون هذا المجلس. والدليل هسه احنا بكربلاء يعني عندنا مجالس، عندنا يوم الاربعاء، عندنا يوم الجمعه، عندنا يوم الاحد، عندنا يوم مستمرات، مستمرات على طول السنه مجالس. اي نعم، يصعد خطيب ورادود يعني. وعندنا مجالس يعني كل وفاه ثلاث ايام مجلس او اربع ايام، فهاي مستمره. شوف الشباب، شباب والله بعز الورد يعني، شباب مرتب كلها. شوف وين بهالمجلس هذا، عايف القهاوي وعايف المقاهي. هذا حلو. هو هذا كله فضل، من قلت لك فضل ان يكون الخطيب، تمام؟ يكون عنده مقبوليه عند الناس، مقبوليه من هالباب هذا. يعني انت الشاب هذا لا تردعه، انت لابس كذا، انت شعرك كذا، لا يا بدا خليه يقعد بالمجلس. لان الامام الحسين عليه السلام ايضا كان يحتوي الكفار والاعداء والخصوم، كان يحتويهم ويدخلهم الى رحمه الله سبحانه وتعالى. فيما بعد لما يدخلوا رحمه الله سبحانه وتعالى يصنع الامل بهم، يضع الامل بهم بالله سبحانه وتعالى، يبدون هو بالتغيير، التغيير الذي يبدا من النفس. ولازم يكون تغيير. اي اليوم ايضا يعني القصيده الحسينيه بشكل عام وصلت لأبعد حد، يعني مو على صعيد العراق أو حتى على صعيد الدول الإسلامية، بل وصلت عالميا وتأثر بها أيضا دول أخرى وديانات أخرى. ليش صار هذا يعني التأثير بالآخرين؟ اللي أنا أقول لك، وهذا التأثير بالآخرين صارت أولا هي قضية إخلاص، إخلاص الحسن. هاي الناس اللي قاعد تأدي هاي القصائد، تمام؟ عندها إخلاص وين الإمام الحسن؟ الله سبحانه وتعالى يريد صوت الحسين يوصل، يريد مظلومية الحسين توصل. ففضل يعني القنوات، وفضل خدمة الحسين، وفضل الرواديد، وفضل الشعراء، وفضل الخطباء، بدها توصل إلى أبعد نقطة بالعالم. يعني هسه عندنا رواديد يعني هم مثل سكنة كربلاء، قام يتغرب وين راح؟ مثلا بالسويد، استوى أوروبا قاعد. نعم. فما عاف الردة، ما عاف الشعر، فقام يقرأ هناك، تعرف هذا يجيب فلان يجيب فلان، لذلك انتشرت قضية الحسين. خلنا نسمع شيء بعد ثاني، بعد خالد يلا سمع قصيدة. يلا نسمع قصيدة ونختمها بهو سهم. تمام يلا. أنا مشتاق للهوسات الحلوة. عندك يا جبريل أخبار، طاير فرح شنهي صار. عندك يا جبريل أخبار، طاير فرح شنهي صار. يا فطرسي قلي ارتاح، صار الطبيب لجناح، صار الطبيب لجناح. عندك يا جبريل أخبار، طاير فرح شنهي صار. عندك يا جبريل أخبار، طاير فرح شنهي صار. يا فطرسي قلي ارتاح، صار الطبيب لي جناح، صار الطبيب. مخبوصة أملاك السماء، والحور أشوف محزمة،
وحدة لو وحدة تبشرت مبروك جابت فاطمة مبروك جابت فاطمة. يا بشر صيحت لمين ولد تنزل لأفواجي وترد فرحانة تصعد والعجب بها عطور مثل الوريد بها عطور مثل الورد. أدرب محمد موجود فهمني يا أهل مولود أدرب محمد موجود فهمني يا أهل مولود من هم مليك بشير صاح صار الطبيب لي جناح صار الطبيب. ما تدري يا فطري الشكوت صار الحسن عنده أخو ما تدري يا فطري الشكوت صار الحسن عنده أخو يسمونه رحمة الواسعة مو بس حلو كلش حلو مو بس حلو كلش حلو. جبريل لي فرح ملهلك وقف لي ود وقفت ملك جبريل لي فرح ملهلك وقف لي وقفت ملك توسط لي يا مربي العرش توسط لي يا مربي العرش هالوقفة ما أنساها لك هالوقفة ما أنساها. أمنيت بس هالجين حين أمسحها بالمهدي حسين أمنيت بس هالجين حين أمسحني بمهدي حسين يا مهدتي يرجع لأرواح صار الطبيب الإجناح صار الطبيب. تدللي شرايد بعد وياي نازلك لي المهد تدللي شرايد بعد وياي نازلك لي المهد ما يوقف قباله ونعم والله ما يوقف قباله طلب عند الله غالي الولد عند الله غالي هل ما يمنع الباري محب لحسين ذا يقطع درب ما يمنع الباري محب لحسين ذا يقطع درب بس وتوصل حضرته بس وتوصل حضرته ما يوقف يقباله ذني ما يوقف. طيب الله انفاسك اريد اسمع اريد اسمع الهوسات بعد احسنت احسنت خادم ان ولد ان ولد والندى ظل بذن الورد يهميس ان ولد والندى ظل بذن الورد يهميس اجا ويا معطر ضاعت وردة النرجس الوحيد حسين صار وبيفرح فطريس ها اخوتي ها ويا ويا فدوى اروح لك ها والله الكوادر ها اخوتي ها وفطرس فرحان بميلاده فطرس فرحان بميلاده فطرس فرحان احسنت بعد وصلوا احنا الوقت ضيق عندنا وانت كفيت ووفيت فدوى اروح لك احسنت طيب الله انفاسك واليوم احنا نفتخر بالشباب الحسيني اللي يحاول ان ينتهج نهج اهل البيت عليهم السلام ويوصل رسالته وجميل منك انه انت تتعرف على اكبر عدد من الشباب المجتمعي حتى تحتويهم وتضمهم للمحبه الحسينيه من خلال قصائدكم من خلال منابر من خلال شعركم كل هذه الكلمات هي مؤثره في حب الحسين عليه السلام وفي قلوب المؤمنين انا اشكرك جدا مولا ولاء الفتلاوي نورتنا اكيد اليوم بالحلقه بالعكس ما قصرت ان شاء الله كنا خفيفين نظل عليكم وربي يقضي حوائجكم وحوائج كل المحتاجين بفضل ابو عبد الله الحسين امين ايضا المشاهدين الاحبه انتم في رحب الامام الحسين عليه السلام ونحن بالقرب من مرقده الشريف بهذه الاجواء شربنا من عطش الحسين ماء وفراتا عذبا سادتي المشاهدين بهذه الاجواء البهيه الجميله وهذه القلوب المسرورة بليلة ذكرى أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وولادته في هذه الليلة المباركة من ليالي شعبان وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة وهذه التغطية
إن شاء الله نلتقيكم في حلقات أخرى بإذنه تعالى. تقبلوا تحياتي وكل العاملين من خدمة الإمام الحسين عليه السلام، نلتقيكم في حلقات أخرى في أمان الله وحفظه.